خلينا نروح نشوف أول تقرير معانا النهاردة، هو مع قيمة صحفية كبيرة وهو الأستاذ محمود صبري، وبيتكلم فيه عن مشروع لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلي. ونرجع مرة تانية. عايز أقول إنه دي خطوة جديدة يعني على النادي الأهلي، أنا أقدر أسميها، يعني عاوز أقول مش عاوز أسميها لائحة، أنا عاوز أسميها ده قانون الأهلي، لأنه هي لسه هينبثق منها لوائح، اللي هي اللوائح التنفيذيه للعمل، وده اللي هيبقى المشروع ده. انت بتضع دستور الاهلي للعمل للسنوات المقبله، وارد فيها يبقى فيها اخطاء، وارد فيها يبقى فيها بعض المواد اللي صعب تنفيذها وارد، لكن في شغل مميز في حاجه مهمه احنا نقف قدامها، مساله يعني ورش العمل المختلفه والاستماع لراي كل فئات واعضاء النادي الاهلي. لا شك ان دي كانت خطوه مهمه جدا بالنسبه للمركز الاهلي، لانه النادي الاهلي عنده قواعد ثابته طول عمرنا يعني عارفينها وحافظينها، انه دايما لما كان بيعمل لائحته كان بتبقى تنبثق من الشؤون القانونيه والاداريين في النادي الاهلي، ثم المكتب التنفيذي، ثم مجلس الاداره، ثم يتم العرض على الجمعيه العموميه. ربما مع اختلاف سمات المجتمع بعد الظروف والمتغيرات اللي تمت في اخر 7-8 سنين، اصبح يعني لابد من احترام وجهات النظر والاراء والاستماع ليها، وده خلي بالك بيوفر مزيد من الجهد وبيقلل كثير من المشاكل. شايف انه في جهد بيتعمل من مجلس الاداره، كابتن محمود الخطيب بعد ما جزرته بيحاول يوصل رساله، هدفهم هو النادي الاهلي، بيعرضوا كل وجهات النظر، بيستمعوا ليها، بيستجيبوا معاهم خبراء على اعلى مستوى في القانون. ده كل شيء في جهد كمان من الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي، عامله شغل يعني كويس جدا. فاعتقد انه الورش العمل دي سهلت كتير، ازالت كثير من نقاط اللبس، خففت حاله الاحتقان، استمع المجلس لوجهات النظر وما زال يستمع حتى 48 ساعه القادمين، هيبقى في مواد قابله للتعديل، كل ده شيء كويس جدا. المهم ان عضو النادي الاهلي لابد ان يكون حاضر يوم 28 سبتمبر، يدافع عن ناديه، يحضر بقوه بكثافه من اجل انجاز هذه المهمه التي تضع الاهلي على خريطه المستقبل ان شاء الله. انت هنا بتاسس العمل المجتمعي، والعمل المجتمعي واضح لما انا انظر للمقترحات والنقاط اللي كان فيها مسار نقاش وتتعدى 2000 و3000 يعني خلاف وجهات النظر والاستماع ليها والاستجابه ليها وتسجيل اسماء الناس اللي قدموا مقترحات، ده شيء مهم جدا. شايف انه في اهتمام، شايف انه في خطوه كويسه بتتعمل، في عمل بيتم، عمل دؤوب، والاستماع كمان لانك انت بتناقش كل فئات المجتمع المختلفه وبتطرح وبتزور اللجنه الاولمبيه وبتعرض عليها، انت راجل تنفذ القانون ونادي يحترم القانون ويسعى دائما. الاهلي رائد ليس من الان، الاهلي رائد منذ ان وجد في تكوينه في 1907، الاهلي شيء مهم جدا، يعني النادي الاهلي مؤسسه وكيان كبير ليس هنا، كل من سافر خارج مصر يعرف قيمه الاهلي، ويعرف عندما يسال النجوم الكبار يعرفون من هو الاهلي وقيمته الكبيره، فلا بد ان يكون مجلس اداره النادي الاهلي الحالي هو يكمل رساله ادها المجلس الذي قبله وادها مجالس اخرى، الكل يكمل البعض، لان الحلقه واحده والدائره مكتمله، بين ظل الاهلي هو الكيان الكبير وهو حامل الرياضه المصريه.